تواصل وزارة الداخلية جهودها الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد. وقد أسفرت الجهود خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 420 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة بنطاق 20 مديرية أمن، والسابق اتهمهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل. وضبط معهم 248 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 98 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 773 قطعة سلاح ناري أبرزها 107 بندقية و77 بندقية آلية و35 مسدسا و551 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و135 خزينة، إضافة ل 1171 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 463,003 حكما قضائيا، من بينهم 1728 حكم جناية و168,140 حكم حبس و228,581 حكم غرامة و64,554 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 15 تشكيلا عصابيا ضموا 52 متهماً قاموا بارتكاب 116 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 87 حادث ما بين قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 112 متهماً. كما تم إعادة 22 سيارة مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1209 قضية إتجار في المواد المخدرة، من بينها قرابة 111.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش وأكثر من 756.5 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر وكمية من مخدر الهيروين وزنت ما يزيد على 33.5 كيلوغرام، إضافة إلى أكثر من 10.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وقرابة 23,000 قرص مؤثر وأكثر من 12,500 قرص ترامادول مخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 17 مليون جنيه تقريبا. وتم ضبط 3 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان.